اما اه بالنسبه للمدرب نادي الزمالك، انا ايوه شايف ان هو ما بيعملش حاجه، وكل الشغل ده سامي الشني هو اللي عامله، وانا برجع وبقول للمستشار من خلالك وفر فلوسك ومسك الشيشيني، والعجله ماشيه واللعيبه بدات تحب بعض وبداوا ياخدوا مستحقاتها، فالدنيا بتتلم، وفر فلوس الراجل ده وادي فرصه للشيشيني يبقى كادر من ضمن الكوادر اللي هي موجوده على الساحه او المدربين افهم من الثانويه كده دي. كابتن رضا ان الكابتن رضا عبد العال غير مقتنع بالمدير الفني نادي الزمالك؟ بالراحه كده يا محمد، بص، مع الراجل فشل في النادي الاهلي صحيح. السنه اللي فاتت، كان هيضيع منه الدوري او ضيعه، وبعد كده طلعهم من البطوله العربيه، وبعد كده طلعهم من البطوله الافريقيه. يبقى انا يعني انا كنادي الزمالك على انهي اساس بجيبه؟ هو انا جايبه سد خانه ولا جايبه عشان استفاد منه؟ ما طالما ان هو لو مكسر الدنيا كان مع النادي الاهلي هتجيبه، هقول لك اه ماشي، زي ما جابه قبل كده هولمان لما جه كان كسر الدنيا في النادي الاهلي وجابه نادي الزمالك في من حوالي 10 سنين بعديها بشويه. ماشي، ده كان محقق نتائج وخد بطولات وخد وخد، انما ده ما خدش مع النادي الاهلي. ده لما جه من اول ما شفناه لما كان مع وادي دجله، الحسنه الوحيده ان قعدهم في الدوري. طب النادي الاهلي مختلف ونادي الزمالك دولت بيلعبوا على بطوله، أندية بطولات بالفعل. طبعا طبعا انما ده قعد الفرقه، اي حد ممكن يقعد الفرقه. ما عوده قعد المقاولين قبل كده، وما اعرفش مين قعد طلائع الجيش ومين، لا يا ابو سموحه السنه اللي فاتت حسام ابراهيم، يعني المهم ان اي حد ممكن يقعد، انما المشكله البطوله، نفس وروح البطوله.